السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تم قرار الحظر الكامل بجد الموضوع ده فيه حسابات كثيرة بعيدة المدى وقد تكون حتى البلد ما قادر عليها. نحن كنا عارفين لما كان القرار بتاع الحظر جزئي في ناس ضايقة وتعبت شديد منه، فما بالك بعد ما يكون كله. البزيد الموضوع ده أكتر سوءا وأكتر كارثية إنه رمضان حتى داخل على الأبواب، الناس دي حتتضرر، حتضيق معايشها، الناس ما قادرة حتى تساهم بمساهماتها. الجائحة بتاعت كورونا دي ما بس على السودان، يعني هي على العالم كله، بل على السودان أشد، لأنه حتى إمكانيات الصحية هي أقل. يا جماعة ما تتخيلوا إنه نحن عشان ذاته نواجه كورونا ذاته، عشان نحن نقلل منها، لازم الناس دي تقعد في بيوتها. طيب الناس دي حتقعد كيف وما لاقي حتى حق الأكل والشراب؟ لازم نحن يكون من ضمن أساسيات أهدافنا إن نحن نضمن للناس قعدها في البيت وكمان نضمن لهم الأكل والشراب. احتمال الكثير البلد الآن يكون في وضع صعب ومحك حرج، يمكن ما تقدر توفر للناس احتياجاتهم الأساسية الأولية، فنحن نسأل الله عز وجل أنه يسر ويسخر لنا ويبعد عنا هذا المرض ويجليه عن العالم وعن الناس أجمعين. نحن بدورنا هنا كناس مؤثرين وعندنا مواقع وعندنا انتشار وعندنا سوشيال ميديا، واجبنا أننا نساعد بقدر ما نستطيع. يعني والله لو قضينا 5 أسر ولا 10 أسر والله دي حاجة نحن بنعتز فيها وبنقول برضو الحمد لله ربنا سخر لنا حاجة عن طريقنا، فنحن نكون سبب في أن نعين بعض الأسر وبعض الناس وبعض الأهالي. نحن في قناة الزول ومعانا بعض الشباب وبعض المنظمات حابين نساهم في الموضوع ده ونعمل جهة واحدة تتوزع وتتنشر. مشاركين في شرق السودان وعندنا في مدني وعندنا في القضارف وعندنا في ولاية الخرطوم، بنحاول نغطي ونوزع قدر ما نحن نقدر. خات رقم حساب بنكي اللي هو رقم اللي حيصار لكم في الشاشة، معاه رقم تلفون للناس اللي حابة تستفسر أو تحول رصيد. إن شاء الله تعالى الحملة دي حتكون مستمرة لحد ما يدخل رمضان وبعد رمضان. كل ما جاتنا قروش كل ما نحن جهزنا بها أكل ومعونات وتموينات وصرفناها على الناس. لازم أنا وإنت وكلنا أي زول بيقدر يساهم في أي مبلغ، الرغم الحساب حيكون موجود مطروح، يا ريت الناس تحاول تشارك، ما مشكلة 10 20 50، نعمل حملة واستنفار من جديد بس عشان نحن نقعد الناس في بيوتها. دوري ودورك مهم جدا وما تستخسروا على أهلك وعلى أولادك، وكلنا نحن بنحاول. ليه؟ لأنه السودان لازم يطلع من الجائحة دي وإن شاء الله تعالى نطلع بأقل الخسائر ونكون أقل المتضررين وربنا يكشف عنا البلاء. كثير من المؤسسات، كثير من الشركات، كثير من الناس اللي حيكون قرار الحظر ده عليهم سلبا. عندك ستات الشاي، العمال باليومية، ديل من وين حيجيبوا الدخل حق الأسر بتاعهم؟ إذا كان في كثير من الناس الخارج السودان بتواصلوا معاي وبيشتكوا إنه والله يا أخي الشركات بقت ما قادرة تدخل، في ناس عندهم إجازات مفتوحة بدون رواتب، هم يعني الناس اللي بحولهم قروش من الخارج السودان بقت الآن أوضاعهم في حسابات وفي تلتلة، فما بالك بالناس جوا السودان، والسودان هو يعني بس في الأيام دي. نسأل الله عز وجل أنه يفرج علينا. مستعدين، عندنا مجموعة من الأسر حصرناها وسجلنا أساميها وإن شاء الله تعالى حنبدأ نوزع اليوم. بنسعى قدر ما نقدر، بنحاول نسعى، ولو ربنا سخر عن طريقنا وبقينا السبب لأسرة أو أسرتين أو 10 أو مجموعة إن شاء الله تعالى تكون لكم الفضل وتكون لكم السابقة. ربنا يصلح الحال وإن شاء الله تعالى يعود علينا رمضان بالخير واليمن والبركات. أسأل الله عز وجل ببركة الشهر الكريم القادم إنه يكون سبب لزوال هذه الغمة وتفريج كرب كثير من الناس يا أرحم الراحمين. ما حقدر أقول حاجة غير دعواتكم، وأسأل الله عز وجل إنه يسيب هذا الغم عنا ويجلي هذا المرض، وأسأل الله عز وجل إنه يعيننا ويعينكم ونكون كلنا سبب لأخواننا وأهلنا في السودان لحد ما يزول المرض ولحد ما نستعيد البلد عافيتها. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم.